السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهدوا ملخص مباراة الزوراء وزاخة ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز. آسيا الفضائية وبرعاية النقل الحصري لمباريات الدوري العراقي لكرة القدم، شركة الأضواء للإنتاج الفني والخدمات الإعلامية لتقديم كل ما هو أفضل لجماهيرنا الرياض. الأسبوع 11، الأسبوع اللي قبل قليل انتهت مباراة من مبارياته بفوز. تعود الحسين من مهدي، حلوة عرضية بالرأس ولكن الكرة طالت مهند وركلة مرمى لمصلحة. هذه آخر المباريات وسأذكر الأحبة المشاهدين، وكرة خطيرة تمر لحارس المرمى بمباراة تلعب كرة خطيرة وبرافو حارس المرمى محمد. الأفضل الأسبوع الماضي وتزيد خطرة، يا سلام حلوة جلال، كرة خطيرة تلعب وأخطر ما في المباراة لحد الآن. هذه الكرة الجميلة اللي يلعبها، شوف مرة أخرى والكرة ملعوبة من كاستاندا اللاعب الكولومبي القادم من أتلتيكو ناشيونال، وببراعة وبخبرة. هجمة الكرة عند اللاعب أحمد زيرو، تعود أحمد زيرو، كرة خطيرة، خطرة بعدي خطرة ولكن مرت بسلام وأمان. المركز السادس في التصفيات، تلعب الكرة من ضرغام وحارس المرمى ما تمكن منها. تعود مرة أخرى ضرغام، تبعد حسين، حسين يحاول حركة لعب جميلة وكرة خطيرة، هناك عرقلة دفع متفاضل طويلة إلى مهدي كامل من الجهة البعيدة. مهدي ربط من المدافع برونو، يدخل إيهاب لعمق الدفاع وبالرأس إلى حارس المرمى، طويلة وعالية إلى الجانب. حسين قصير استحوذ على الكرة بالرأس وكرة مقطوعة، تعود إلى مصطفى، مصطفى سريع لعب عرضية، كرة خطيرة بالرأس ولكن تمر. زاخو الثانية للزوراء بعد انقاذ القمة بين الزوراء والجوية، 9 مباريات هذا الموسم وعنده 71 مباراة دولية. ركلة مرمى لمصلحة الزوراء، ركنية، شوف المحاولة، يطالب كرة عالية كاستاندا وتجديدة لكن برا الملعب، تمر إلى ركلة مرمى. مهند، مهند يتخلص، يمر من واحد، يهيئ الكرة لحسين، حسين علي يحاول، باقتين علي 2، قريب من القاء زياد وأحمد، ترتاد وتسديدة من بعيد يخلصها الحارس محمد شاكر. الكرة القوية اللي سددت من أحمد فاضل وببراعة مهدي، مهدي داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة للزوراء، تبعد الكرة أقرب لها زياد، زياد ومهدي ويخلص الحارس، وبعد خطرة ومرة أخرى أحمد فاضل يلعب الكرة على دفعتين، محمد شاكر يتألق وينقذ. لاحظ الكرة تسدد، يبعثها بقبضة إيده، يتابعها أحمد فاضل بكرة قوية على الطاير محمد شاكر على دفعتين متتاليتين متعاقبتين، ينقذ مرمى زاخو من كرتين خطيرتين ومن إصابة. تخرج علاء رعد، إذن علاء رعد يترك الملعب، أبعد لاعب وسط وزج بمهاجم ثاني، كرة بالرأس خلفية تبعد من زياد محمد وتسديد. الله 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 الله، هذه الكرة بقبضة إيده يردها بسلام وأمان، تابعها اللاعب مصطفى محمد محمود وردها أيضا بقدمه محمد شاكر. إذن محمد شاكر يقف ند لنادي الزوراء وينقذ المرمى من 4 أو 5 كرات. حسين قصيرة وخطرة، زيرو 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 زيرو، والقائم القائم كنت زيرو. شوف هذه فرصة ثمينة، شوف 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 لعبها، ولعبها هو بذكاء، مرت على العمود البعيد وترتد من القائم وينقذ مرمى الزوراء من إصابة أكيدة. إذن بدينا نشوف أداء سريع، يمر سريع يمر سريع، هيها للظهير ضرغام، ضرغام يحاول، ضرغام يلعبها، مهند يلعبها ومصطفى محمود، رأسية من فوق العارض، رأسية من فوق العارض.
ركلة مرمى لمصلحة نادي الزمالك. بدينا نشوف جمل تكتيكية جميلة، وأفضل ما سواه وفعله باسم قاسم في الدقائق الماضية أضاف مهاجم ثاني بدلا من لاعب وسط. درغام وكرة برا الملعب ومعها تنطلق صافرة حكم اللقاء الدولي. واثق محمد تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بين الزوراء وضيف زاخو بالتعادل. درغام وكرة خطيرة مرة مهدي كامل، عرضية عالية داخل منطقة الجزاء بالرأس، وهنا مصطفى محمد حسين إلى مصطفى، حركة لعب جميلة، كرة حلوة مصطفى خطرة، برافو يا محمد. محمد بقبضة إيده يبعد الكرة، تعود الكرة مرة أخرى إلى ضرغام، مهند يسدد برا الملعب إلى ركلة مرمى، لمطالة الكرة إلى مهند وحسين. الله 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 على هالتألق الرائع لهذا الحارس محمد شاكر، ببراعة وببطولة ينقذ المرمى من كرة، شوفها من كرة جميلة ولا أجمل ولا أروع، لكن الصد الأروع من محمد شاكر اللي ينقذ من خلالها مرمى إلى ركنية. شاب تلعب الكرة، دفع عرقلة صافرة، ركلة حرة لمصلحة زاخو. الأخ الإداري عادل كان يتحدث عن محمد شاكر، يقول حدثت معاه لعب يعني بقى في الزوراء مواسم، ثم بدا مع بغداد، هذا الحارس مراقبه وضاغطين، كره الى ازهر، ازهر يلعب الكره عاليه على مهند بالراس، وتسلل ضد مصطفى محمود، تسلل واضح على مصطفى محمود. شوف الكره من لعبها مهند، كان مصطفى في وضع تسلل، لعب خطر مشترك مع الحارس محمد شاكر، استدام مع قاسم الزوراء على ملعب الكفل. أمانة بغداد عند الساعة الثانية والنصف، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء ترتد عند عباس، مهدي عالي إلى مصطفى محمود وإلى حارس المرمى، حارس المرمى محمد شاكر. عام 2013 في شباك زاخو للطلبة سالم بسبب عدم الجاهزية، ركلة حرة ملعوبة خطرة، هذه خطرة 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 خطرة، وراية وصفارة وتسلل، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي بسبب الحرمان، ولكن أحمد عياد ووليد سالم وتراوري بسبب الإصابة وعدم الجاهزية. حاول المرور هاروني مور، تلعب خطرة خطرة خطرة، هي جول هي جول. الهدف الأول يسجله زياد أحمد علي، زياد يحرز أول أهداف المباراة بالدقيقة 70 من عمر المباراة لمصلحة فريق الزاخو. أحمد زياد في شوط المباراة الثاني، والكرة الثالثة اللي تقبل وتعانق شباك الزوراء في شوط المباراة الثاني. شوف الكرة، شوف اللاعب الخالي من الرقابة، اللاعب خالي من الرقابة، كان المفروض يكون إسناد، كان يكون إسناد، شوف ضرغام متراجع، اللاعب خالي من الرقابة زياد أحمد يحرز هدف التقدم لمصلحة زاخو. بالمناسبة يعني إحنا إذا نرجع للدوري، أكثر فريق فاز نقط الوسط، ثاني لفريق أو الثالث لفريق الزاخو، كرة ملعوبة، جلال يبعد الكرة، نلعب المباراة ركلة حرة اللعب، تفتاد كرة خطيرة، وبرافو يا محمد، برافو يا محمد، مرة أخرى يبعدها، تعود الكرة إلى مصطفى، لاعبين ممكن يستغلهم، كرة اللعب، برافو محمد، برافو محمد، كرة مباغتة أبعدها محمد، أحمد زيرو بذكاء إلى ركلة، شوف الكرة زاوية صعبة أبعدها، عادة من زاوية أخرى، تركيز قلق على وضع الفريق فيما تبقى من دقائق المباراة، مصطفى محمود كرة خطيرة وارتدت إلى مهند، مهند مهند، ومرة أخرى محمد رضا عالية إلى ركلة مرمى، عالية إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي زاوية. شوفه بالإعادة
هجمة خطيرة لفريق الزوراء، مهند هيئها بشكل سليم إلى محمد رضا، لكن عالية تعلو العارضة إلى ركن.